حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي موجودات أسفل الشاشة، أما من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي موجودة أمامكم حاليا. فعدكم أربع أرقام للاتصال، ذني الاثنين من الخارج وأيضا من داخل العراق تقدرون تحصلون عليها، وعدكم رقمين للداخل فهذني للاتصال. أما هذا الرقم إذا تلاحظون إخواني أعزاء مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل الواتساب، يعني هذا الرقم اللي تشوفوه فقط للرسائل، ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل به أي فيديو، لأن ما راح يبين يمي، راح يجيني إشعار لكن ما راح يبين يمي أنه أنت حضرت تقدر تتصل به على رقم الواتساب، فما أقدر أستقبل هذا الاتصال. فتريد تدق علينا ونسمع صوتك وتشاركنا ونتشرف بيك بهاي الحلقة، مو هذا الرقم، عندكم الأرقام الأربعة الثانيات. مشاهدينا الكرام، يعني العراق اليوم بعد طبخة تنطبخ جديد من قبل السياسيين اللي شاركوا بالانتخابات الأخيرة، هاي الانتخابات اللي قاطعها الشعب العراقي، هاي المقاطعة اللي صورت للبعض أنه هي مكسب وصورت للبعض أنها خسارة وصورت للبعض أنها ضربة إلى جهة وصورها البعض أنه هي ضربة إلى إيران وصورها البعض أنها ضربة إلى الولايات المتحدة وصورها البعض أنها ضربة إلى بعض قيادات الأحزاب، لكن أي ضربة يحكون عليها ما أعرف. نور المالكي لما جاب عدد كبير من الأصوات غيروا له منصبه من رئيس وزراء إلى نائب رئيس جمهورية. صالح المطلق من نائب رئيس وزراء إلى نائب رئيس جمهورية. أياد علاوي لما جاب الكتلة الأكبر، لما جاب 91 مقعد ونور المالكي 89 مقعد، وفجأة التحالفات حسب ما حسم الهيام تحت المحمود صارت النور المالكي ذاك ما رضى فغيروا لمنصبه من رئيس وزراء ككتلة أكبر بالبرلمان فايزة بالاقتراع بذاك الوقت مثل ما هم يقولون إلى نائب رئيس جمهورية. فالسؤال اليوم، شنو الخسارة اللي خسروها السياسيين لحد هاي اللحظة؟ الشعب العراقي طلع وانتفض وسوى ثورة ونطى من دماء الشهداء الكثير دماء زكية، ونطى من أرواح شباب العراق الكثير، ونطى من حياة وسعادة وراحة الأهالي الكثير، ونطى من أجساد أيضا لأنه عشرات الآلاف هم معوقين أو مصابين إصابة دائمة، اللي انصاب برأسه أو اللي بظهره أو اللي برجله، اللي ما يقدر يمشي، اللي ما يقدر يتحرك، اللي وجهه انضرب وما يقدر يحكي وما يقدر يأكل، اللي إيديه انقطعت، هواية أمور صارت نتيجة هاي الثورة. هاي الثورة الشباب اللي انتفض على هاي العملية السياسية، العملية السياسية اللي قاعدة تحكم العراق اليوم، هاي العملية السياسية اللي دمرت البلد من 2003 لليوم، طلعوا الشباب ومطالبهم في تصاعد نتيجة التعنت الحكومي والتزمت الحكومي والقسوة اللي تعاملوا بها الثوار نتيجة مطالبهم، بدوها بخدمات، برواتب تقاعدية، بمي، كهرباء، رواتب، عقود، بدت مطالب يعني حقيقية أو مطالب هي من حق الشعب، مطالب المفروض الشعب العراقي ما يطلب كهرباء من الحكومة، المفروض المواطن العراقي ما يطلب مي صالح للشرب بالبواري، المفروض المواطن العراقي ما يطلب أنه الشوارع تكون شوارع زينة بالقرن 21، أنه يمشي بشارع لا بطسة ولا بحفرة ولا بنقرة ولا مفطر، ما يطلب من الحكومة المفروض أنه تطي راتبة أو تعبة أو شقاوة راس كل شهر، ما يطلب من الحكومة أنه تطي حقه لما يطلع تقاعد، ما يطلب من الحكومة أنه تطي حصة من حصة تموينية، ما يطلب من الحكومة أنه تدافع عنه
وعن جيرانه وعن أهله وأقربائه وناسه، ويكون في أمان دائم تدافع عنه من العدوان الخارجي اللي هو عابر للحدود، ومن العدوان الداخلي من أي جهة تسول النفسها أنه تعبث بأمن المواطن. هذن المطالب المفروض المواطن العراقي ما يطلبهن. ما يطلب المواطن العراقي العدل من الحكومة العراقية لما ابنه بريء ومعتقل ويوقع على ورقة أنه ما اعترف نتيجة التعذيب اللي تلقاه وينحكم إعدام. هاي الأشياء المفروض ما يطلبها. مفروض المواطن العراقي، إحنا بهالقرن هذا البلد الغني اللي بيه ثروات وبيه معادن وبيه كل شيء، المفروض لما قالوا إحنا جبنا الديمقراطية وقالوا إحنا جايبينكم الراحة والهنا بيناتكم، المفروض المواطن العراقي هسه بهالوقت ورا 18 سنة راتبه آلافات الدنانير ومرتاح نفسياً وعنده سعادة دامة وأمان وراحة وكل شيء متوفر له حسب ما أمه قالوا راح نوفر للمواطن العراقي بال2003 أول ما جوي، وراها يقوم يطلب شلون يطورهن. المواطن العراقي ما قاعد بطر أنه يطلب راتب وتقاعد وكهرباء ومي وأمن ومجاري لما تمطر الدنيا بالشتاء يفيضون. هسا الناس خايفة لأنه طبينا فصل الشتاء. أبو سلطان من الأنبار، حياك الله. حياك الله يا غالي. عزيز، كل ماكو استحقاق جرها عمي صار له 4 سنين ماكو لحد الآن، الله وكيلك. صار له 4 سنين لا 2016 حد الآن. أبو سلطان صوتك دا يقطع، إذا تقدر تغير لي مكانك حتى أسمعك أفضل. هي ضعيفة. نعم، هاي واحدة من معاناة أبناء الشعب العراقي اللي هي الشبكات الضعيفة بالاتصالات نتيجة صفقات الفساد اللي موجودة بالاتصالات. نعم أخويا. تقبل لي أنا هسه صارت بالجنة. نعم. يعني مو هل إصابة برجي قصف طيارة؟ اعتذر منك ابو سلطان لانه لرداءة الصوت من المصدر، لا انا دا اسمعك ولا المواطنين. شكرا، شكرا جزيلا لك لمشاركتك، اتمنى اذا تقدر تغير مكانك مكان بشبكة افضل وترجع لنا. شاكرين مشاركتك بصوتكم. ابو ياسين من ديالة. ابو ياسين، سؤالي اللي اريد اسأله بالحلقة لانه انا حكيت مقدمة طويلة بالبداية لحد ما اجاني اتصال ابو سلطان، انه هاي الحالة اللي دا تصير اللي الثوار تشرين طلعوا انه يرفضون هاي العملية السياسية والمشاركين بها، لكن ذول المشاركين هم نفسهم رجعوا بالانتخابات، هم نفسهم رجعوا فازوا، هم نفس الاصوات اللي الشعب العراقي ثار عليهم، هم نفس الاشخاص اللي الشعب العراقي رافضهم، هم نفس الاشخاص اللي المواطن العراقي ما يريدهم، هم نفسهم اللي صعدوا ودا يشكلون برلمان واكو تحالفات جديدة حتى يشكلون حكومة على اساس ان الحكومة تأتي من التيار الصدري اللي دا يدور رئاسة الوزراء. إذن هاي التحالفات مستقبلها للعراق شلون تقرأ يا أبو ياسين؟ يلا أنت للغالي وحيا الكذا المحترمين. حياك الله أخويا. أخاف البلد داعش من طلعنا الضاعنة مختزة الصدر الطعم عطوة 100 يوم جديد حكومة وعجرت 10 سنوات بعدين التسليم زدنا العقبعات الزرقاء وتستوبينا مختزة الصدر. نعم. هسا عثمان مختزة الصدر الثاني على عائل من الكاذة جاءت الضاعر من طلع مختلف سمانة بحثية وسمانة جوكرية وحرق الطائرات وتعطيل مؤسسات الدولة وإحنا طلعنا طالب بحقوق شرعية ينسى خطر الإنسان على هذه الشخص اللي طلعت تعرق وتضار وتتهدد وتقتل وش تسوي اللي طلع إنسانة هو ملوح وقال رئاسة الوزراء صدرية عقائدية بأن إذا شكل حكومة هو من أبوذا شكل حكومة جلكم الله الحذاء اللي راجع فوق وسطهم هاي الأحزاب مثل ما تفصل هذول شنو ما له مستقبل العراق هم هذول هاي النماذج هاي الحفالات هاي النفايات اللي جابتها أمريكا هذول نفايات إيران جسلتها يلا هسه مو بلادكم هسه نجحوا انتخابات اللي تدعون بها مو تقولون حكومة ملاكية هاي الملاكية مالتكم هاي تدق بالبندقية ويحدد يلا وين الحكومة؟ وين مجلس القضاء النايم؟
اللي سوى استخبارات يما سوي على الناس تتصل يلا هذا قدام عليك صار صوت من نتحدث نقول ذولي ميليشيات ما يسمى بالحجر الطائفي المقيت اللي ذبح اهل السنه بالمحافظات الغربيه اللي ذب من الابنيه واللي بالطبر واللي بالتاقوت يلا اطلعوا يا سايا مجلس القضاء الاعلى هاي جاي يهدد الارهاب هذا مو راس من يقول ميليشيات ارهابيه ما حد يقبل بينا هاي الارهاب مالهم يلا هسه الحكومه المالكي يهدد الخزعلي يهدد العامل يهدد يعني شنو انتم البشر شعب رافضكم 85% هاي الناس الوطنيه الشرفاء اللي ما طلعت الانتخابات 15% ما دبرتوها هسه تتقاتلون فيما بينكم ما وفرتوا شيء للعراق لا كرامه لا هيبه للدوله لا حصة لا زراعة لا صناعة لا ماء لا كهرباء من مقتدى ذا كل عدلين وقول بس تبعية يلا يا ابو التبعية تعال شوفك وين زراعك بالسلاح يسحلونه والله انا اعطيك كلام هذا راح بين الرجال مقتدى يسحلونه يدوس على راسه لان هم هذا استحقاقهم اخي هبل هذول مو رجال الدولة هذول ناس الدولة جابتهم قوات الاحتلال ادلك مرة جو تحت البسطال الامريكي جابوا مثل القلم برايمر ولصبهم وعلفهم خلي يجرون نفاياتهم خزعلي والحكيم والعامل والسياسيين السند والتلفزيون هذول اللي جاي هسه ماسحين نفسهم شو يقدمون؟ جاي جابوا لنا سبيت انا كاس النجاع ويجيبوا لي سبيت كاس النجاع ويجيبوا لي تميز يقول على راسي هذا مو واجبكم هذا واجب دوله خدمات الامانه البلديه انتوا لكم تمثلون اصوات شعب اتبعوا في حقوق الشعب اتحدث عن السياسيين السنه ولو ما يمثلون السنه هم ناس مرتزقه هم في حقوق السنه طلع ابنائهم المغيبين وين؟ سووا لهم شهادات وفاه تشوف عالم اطفالهم ونساهم وامهاتهم وابائهم سبع الابرياء من السجون سبع النساء القصبيين السجون اغتصبا عده مرات والله احترامي لمستر الافل من اعتقلون وضربون الكيمياء بالمعتقل دول حزب الدعوة العميد يقول مو نسوان جابت في السجون، أنا عنود، قلت له إذا نسوان جابت في السجون مو أنا، أنا الطائفيين، قلت له استجابت أجل من مرة ومرتين بالسجون. أنتوا وين كنتوا خاسين؟ إحنا العراقيين شقة سني وشقة شيعي، قالوا بنخت خوان مصالين، فرقت الشعب، دمرت الشعب، نهيت الشعب، ما خليت لا قيمة ولا كرامة، لا لأنفسكم ولا للشعب، انتوا ديوله، انتوا تبعيه، وفلاس تتباهوا وتتفاخر بالمرجعيه، ما ارسل منكم الا المرجعيه. نعم سبب ضياع العراق هم المرجعيه. نعم نعم. ما نسى الفتوى مال السيستاني من لا نقاتل كافر تحت راية كافر بالسلم مو بالعلني. نعم شكرا لك ابو ياسين، ابو احمد من بغداد حياك الله. ابو احمد. انقطع الاتصال يا ابو احمد، اتمنى ترجع لنا يا ابو احمد مره ثانيه حتى نسمع رايك بهذا الموضوع. اليوم يعني لما نسمع الاخبار ونقرا الاخبار التيار الصدري اللي قاطع الانتخابات وقال انا ما اشارك بالانتخابات ولن تجدوا نائبا تابعا للتيار الصدري في هذا البرلمان الجديد، اليوم هو اللي حاصل على النسبه الاكبر من المقاعد وهو اللي يحاول يتحالف حتى يشكل الحكومه، لكن اليوم الأخبار تقول أنه ما طرق أي باب لقوى الإطار التنسيقي بداعي التواصل معهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه الإطار التنسيقي محصل مقاعد تسعف أن يكون فاعل بالمرحلة المقبلة. السؤال اللي يطرح اليوم الشعب العراقي كله ثاير، ليش دول السياسيين مدى يتقربون من أبناء الشعب، مدى يتقربون من فكر أبناء الشعب حتى يوصلون إلى فكر الشعب ويسوون اللي يريد الشعب؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم اخوي ياسر. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. استاذ اسد انا راح اسال سؤال للسياسيين. تفضل. وامانه الله ورسوله اذا بيهم واحد كريم خليه يجاوبني. ليش العراقي من يطلع لغير دوله ياخذ حقوق كامله؟ تجي لهناك يعني احنا قبل فتره خابرنا خوي انه قلنا له انت شلون عايش؟ قال والله الدوله اللي اعاني بيها
جاي تضيع حقوق النفط شامل عالي واطفالي. ليش العراق هنا بالعراق ما ينطوا حقوق؟ ليش من يطلع الدوله يخلون الدوله الثانيه تستفاد وهو يستفاد؟ ليش؟ انا اسالهم هم السياسيين واسال الحكومه، عمي اي سياده انتم تحكون عنها؟ وين اكو سياده بالعراق؟ سياده ماكو بالعراق. لو اكو سياده وين قتلت المتظاهرين؟ وينهم؟ هل يطلعوا لي اياهم؟ ارجع لك علما للمراجع الدينيه، المراجع الدينيه انتم ما تطالبون بذولا القتله اللي قتلوا المتظاهرين، منين ذولا؟ نزلوا من السماء؟ خلوا عندكم ذره من الشرف، يعني هذا التوجيه اوجهه للسياسيين. خلوا عندكم شرف وحاسبوا القتله، حاسبوهم. عم الباك خليه على صفحه، ما اريد اقطعه. وخرناه على صفحه. حاسبون القتلة مع المتظاهرين مع الناصرية ومع البصرة. ليش هيكي؟ ليش خليتوا هاي الأرامل والأطفال هسه عايشة على القمامة؟ الله يقبلها عليهم، يقبلوهم على عوائلهم. هم شرف ما عندهم، والله لو عندهم شرف. يا عم الشعب رفضك، يعني أبسط دليل الانتخابات هاي الشعب ما طلع، خاف احد يقول لك 40%، والله ما في 40%، والله ما في. عم الشعب ما يريدكم بعد، كافي ما كافي، عاد ما عيب، ما تستحون، ما تخجلون، يعني قطره الخجل ما عندكم؟ ما كافي، انتم استحوا شويه، استحوا. اذا عندكم شرف وعندكم غيره استحوا. خافوا من الله. وأنا أشكرك أخوي. شكراً لك أبو عراق. عماد من الموصل، حياك الله يا عماد. عماد انقطع الاتصال يا الأخ عماد، أتمنى ترجع لنا مرة ثانية. أبو أسد من البصرة، حياك الله يا أبو أسد. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام والرحمة والإكرام أخوي. أحييك وأحيي برنامجك. حياك الله أخوي. والله يشرف، نشرف بيكم احنا. لنا الشرف. عيني ابو اسد عفوا. حبيبي. الكلاب اجلكم الله، حشم نقول بوجهه. اوفوا من السياسيين عندنا بالعراق. مو سياسيين كلهم. يعني خلي نقول 99.5 على وحده. اثنين مصالحهم فوق الكل. نعم. مصالحهم فوق الكل، ما عندهم شعب، عندهم أهم شيء مصالحهم. ثلاثة أزيدك من البيت شعب. نعم. أني من أجي البابا العراق. نعم. التقى بس الثاني، قبل ما يلتقي، التقيت ثاني بالبرنامج ناشدتكم وقلت لكم ترى السيستاني لا وجود له. هذا مو موضوع الحق بس دابين التياني. السيستاني لا وجود له. هسه الاخبار تقول بانه السيستاني في وقعة صحيحة. نعم. وراح يودوه لندن على اساس يعالجوه ويجيبوه صندوق. هاي بين الكهلي قدام وخلي الشعب يسمع. يعني السيستاني ما موجود مو اليوم والبارحة. من قبل 15 سنة ما موجود. هم يحجون باسمه. واني اشكرك. شكرا لك ابو اسد. يعني الـ اخ ابو عراق وابو اسد يعني اتصلوا اليوم. ابو عراق يقول انا خلي حاسبولي القتله اللي موجودين بالعراق اللي قتلوا المتظاهرين وقتلوا ابناء المتظاهرين. لكن انا السؤال اللي اطرحه، احنا نعرف بالقانون اكو كلمه تقول انه المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وأي متهم يجب أن يجري التحقيق معه أو تحصل بعض التحقيقات الروتينية اللي يعرفوها اللي يشتغلون بالمحاكم ويشتغلون بالقانون. نرجع نكمل هاي النقطة وراء الاتصال. حسين من السماوة، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أخويا بس أسأل على الجرائم اللي سببها هذا العامل وميليشياته بالمحافظة الغربية محافظة الأنبار في السنوات السابقة.
يعني والاعتقالات التي نفذها ميليشياتها لهذا التفاح المجرم اللي جاء من ايران بعد الاحتلال الغاشم. المنع السجون ومعتقلات تعدلنا الاف العوائل في محافظه الانبار الرمادي اعتقلت عشرات المعتقلين الاف العوائل التي فقدت ابنائها اعتقالات هذا التفاح وميليشياته المجرمه هذا المجرم الطاغية هذا المجرم اللي اعتقل أبناء هذه المحافظة الأنبار وبالفلوجة والعاملية وغير المناطق الأخرى المعادية إلى المنطقة بالفلوجة لهذا من كم جرم هذا التفاح المجرم هذا الطاغية نعم مشينا وكان هناك النائب والتحكم الذي استمر هذه الشاحنه هذا التفاح المجرم هذا العاملي في ايران هذا الطاغيه من النائب والتحكم من تحت المواطنين من نفس المحافظه اللي حدثت جاز وتهجير في المحافظه الغربيه والمحافظه الاخرى الشماليه بالكامل حتى وصولنا لأعداد كبيرة من المتظاهرين والناشطين في ثورة تشرين وغيرها من الجرائم التي سببها هؤلاء هذا التفاح وبقية القتلة والمجرمين اليوم هم اللي يتظاهرون في بغداد في بغداد اللي يريدوا استكملوا أنهم أقل من ما اعتقلوه في السنوات السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخوي العزيز أبو عدنان من كركوك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي بس أقول كيف يستقيم الظل والعود أعوجوه ما حسى يا حسافة يا حسافة على العراق يا حسافة أصبح العراق بيد بشالين وحرامية ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم شو يخلي ينده جبينهم على المساكين والأرامل واليتامى واليتامى المظلومين والمتقاعدين والمعوقين الله أكبر والله عيب والله عيب عليهم كل من يمشي على كرسية عيب يا أخي الكرسي ترى الكرسي ما يدوم مثل كرسي الحلاق محمد يصعد علي ينزل عيب كافي استحوا شوية باوع الشعب هذا المظلوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شكرا شكرا لك أبو عدنان أنا نرجع نكمل إنه كل يعني أكو إجراءات قضائية المفروض تمشي حتى يشوفون من البريء ومن المتهم والبريء يطلع والمتهم أو اللي يثبت عليه يدخل إلى محكمة والمحكمة هي اللي تقرر شنو جرمه ويعني شقد يحتاج إلى عقوبة حتى يقضيها في المعتقلات أو السجون والسجن هو مو مركز تعذيب هو مكان لإصلاح الشخص اللي ثبت أنه مجرم لكن اليوم اللي دا يصير انه واحد محكوم بالاعدام محكوم بس مرشح بالانتخابات واحد الشعب منتخبه عفوا الشعب متهمه انه هو اللي قتل المتظاهرين بمحافظه البصره هو الاول والفايز الاول على محافظه البصره باكثر من 17000 صوت دا احكي عن اسعد العيداني اللي رفض الشعب ان يكون رئيس وزراء واللي رفض الشعب ان يكون محافظ بس هو فايز بهالقد شلون ما حد يدري حمادي من الموصل حياك الله شلونك اخي العزيز هلا بيك اخي العزيز احنا عم بالعفو نعم الدين وطلقوا العفو بس ما يعني مو العفو العام شو وقت انطلق العفو او شو وقت سمعت انه انطلق العفو او منو قال لك اسعين على التلفزيون بس على الساعه شو وقت؟ بس الساعة 9 على يا تلفزيون؟ على المواصلية وين؟ على المواصلية
والله يا اخوي يعني لحد الان ماكو هيك خبر، اذا تريد يعني نتاكد لك ونجاوبك على هذا الشيء او تتصل بالقناه اللي نشرت هذا الخبر وتشوف صحه هذا الخبر، لانه لحد الان ما نشر شيء عن عفو عام. والله عن الذكلاوات ما اعرف يعني، اكيد يعني نطرحها على التلفزيون. قال زاد 500 حريم وجهاليه مثل من عمره 19 يعني وجوه. ها اخ عماد، انا يعني اللي اعرفه او الكنترول هسه دي يبلغني انه اكو عفو خاص وليس عفو عام، والعفو الخاص نزلوا بهم قوائم. ايه يعني تقدر حضرتك او يعني اي شخص مهتم بهاي القضيه يتابع القوائم اللي دا تنشرها. المفروض هي وزاره العدل اللي تنشر هاي القضيه او وزاره الداخليه، تتابعون هاي القوائم حتى تعرفون اللي ذويكم انه صدر عنهم العفو الخاص او لا. نعم، شكرا شكرا لك اخ حمادي. مشاهدينا الكرام، قبل ما نكمل برنامج صوتكم خلونا نتابع هذا الفاصل. بشرفكم هذا شارع التاجي، ولا مسؤول مسخم وملطم يفوت بهذا الشارع ويقول هذا الشارع شبيه لك. والله هي مصيبة يا الله يا هالبلد هذا لك شر. الله لا يوفقكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نرجع ونقول سؤالنا اللي سألناه بداية الحلقة، التحالفات السياسية اللي تصير اليوم بالعراق أو اللي راح تصير لتشكيل الحكومة اللي من المفترض تصير وراء هاي الانتخابات يعني اللي الشعب العراقي قاطعها من شماله إلى جنوبه، راح تأثر شيء على العراق أو راح تقدم شيء للعراق؟ أنتوا شو تقولون؟ أم أحمد من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك أستاذ أسل، الصدى جاي يرجع علي ترى. الله يرضى عليكم، الصدى جاي يرجع علي ترى. صوت مو واضح. لا لا واضح جدا. الو 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 يما دا اسمعك. ماشي، ممنونه ممنونه. استاذ اسل، اول شيء انا دائما اكرر كلامي ببرنامجكم، هوايه علينا وبصراحه يعني احسها مثل كرامتنا اذا نحكي بنقول انتخابات أو نوصف هذول الملل العفنة بلحظة من اللحظات نترجى بهم خير من واحد يقول نظروا للشعب. زين كيف أنا أخاطب جلاد مسخم تكرمون الكلب أفضل لا نظلم هذا الحيوان، والله العظيم مسخ القردة والخنازير دولة. كيف أخاطب جلاد الصاق سافل مطيق تباوع بخلقته لحظة من الإجرام اللي بخلقته واللي بوجه العفن، وأنا أجي أقول له أنظر للشعب. زين هسا دولة جلاوزتهم ومرتزقتهم اللي طالعين صايرين متظاهرين ويحرقون تايرات، إيش عجب دولة ما جاي يأثرون على السلم الأهلي ولا جوكرية ولا دولة أبناء السفارات ولا تهموهم بأعراضهم؟
ليش؟ لان جلاوزت رفيان استاذ اسهل. هو راي بسيط من ضمن الاراء البسيطه اللي تطرح. انا هذول اقول عليهم مثل ما وصفهم الله سبحانه وتعالى، يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم هنا مو خاف منهم، واجههم اذا هم مكر عندهم وخديعه، واجههم بمكر الله ان كيدي متين. واللي يحكي لي اظل اقول على هذا الخط، امشي وياكم على هذا الخط وممنونه من عندكم طوله بالكم وياي. الامام علي يوصف هو هاي هسه الخلقه العفنه اللي طالعه بالتلفزيون والاعفن من عند القاعد يمه، يوصفهم يقول ما بقى من القران الا رسمه، وكانه هم امام الكتاب وليس الكتاب امامهم. فخلي ينتظرون ضربه الله شنو هي، ان كيدي انما نملي لهم. ما بيها استاذ افل، انا اذا ابقى على حكايه تعال خلي ابلكي يحسون بيا بلكي باعون على الفقير، هو هدمني هو هدمني، هو رخص دمي، هو هتك عرضي. بالله عليكم هسا بناتنا وولدنا الشباب بالذات المواليد النهايات التسعينيات والى الان فتحوا عينهم عليش، على شنو؟ على مخدرات، على مصائب. ويجيني يلزم لي شاب بعد مقتبل عمره 16 17 سنه يقول لي ليش تاخذ حب مخدرات اذا انت مخلي البلد مباح ومستباح لايران وغير ايران وسفلتكم؟ انت اللي جاي تدخل المخدرات. اللي ارجوه اللي ارجوه اكراما للشهداء، اكراما للنساء اللي هن صدق يعني خسرا عزيز عليهن بكل الاسباب، سواء تجارات سواء متظاهرين، اهلنا بالغربيه. لا اطالب اقول لهم هاي من الوصخه القذره اقول له تعال انصفني. شويه خلي يكون الكلام اقوى، اقلها شفاء الجروح هاي المساكين، اضعف ايمان هي هاي الكلمه. وممنونه من عندكم، ممنونه من عندكم. لا العفو اختي ام احمد، شكرا شكرا جزيلا لك. ابو ياسين من بغداد، حياك الله ابو ياسين. تحياتي لك اخوي ولا قناه الرافدين المغربيين. حياك الله اخوي. اخي هذول كلهم من اول دافعهم، هذول مو مال حكم، هذول نعطيهم تجاره مخدرات، نعطيهم تفليس، نعطيهم طائفيه، نعطيهم قطع النخيل والاشجار، نعطيهم يعني هم هذول اللي هي الوحيده بين امريكا وايران والصهاينه، هم هذول اكبر التفليش للعرب، مو بس للعراق، للعرب. هو قائد اخي من يستلم الحكم اذا وطني اول سنه يعمر حتى شلون عندك صدام حسين من 80 صار سنه صار عفوا شركه كوريه وهنديه عمر العراق ليه؟ شنو وطني؟ انتم 15 سنه يعني ماكو شعب ينطي فرصه للحكام يقبلها هيك 18 سنه 18 سنه هواي. شفت بهاي 18 سنه العراق الى الخلف 1000 سنه مو 100. انتم مو ما تخافوا اخي كانتخابات، الانتخابات انتخبتهم امريكا وايران، انتخبتهم امريكا وايران واسرائيل هم دول، لان هم امريكا وايران هذول بديهم اله التفليش. انتم وينكم المقتدى انت 2007 و2005 و2006 منو فلت العراق؟ الجوامع منو قتل ائمه الجوامع؟ حق اسرائيل مو ربعه؟ انت هسه شنو يعني بس اريد حتى حكي ما تعرف تحكي، حاطين قدامك 20 حاكيه وكل شيء ما يفتهم الله وكيلك، هذا عميل ودين. وانا اسالك اخوي خاطر متصلين. حياك الله اخ ابو ياسين. ابو علي من الناصريه، حياك الله. شلونك؟ شلونك زين؟ الحمد لله اخوي العزيز، انت شلونك؟ الله يخليك رحم الله والديك. والديك الرحمة. الله يخليك. الله يخلي هاي الإذاعة إن شاء الله. سلمك ربي. شوف هاي الإذاعة للفقراء، للمظلومين. نعم. واجبنا أخوي العزيز هذا اتجاه شعبنا واتجاه بلدنا واتجاه أبناء بلدنا. دمر العراق. نعم. هاي كلها دولة أكيد لإيران. يعني ياخذون يعني شوف ياخذون حقه ها او يدقونه فوق حقه ها وفوق ذبحه. يعني هاي ذول الشباب اللي يطلعون مظاهرات من كتله، يعني هذا ما عنده عشيره ما عنده ام، يعني الام هي يعني
تربي زين زين وتعب وتالي يعني هذا يجي يجي الحيوان يبدي الحيوان يقتل الشباب هو هذول خلنا خدمة هذول ما يفيد يوم جدي شني يعني الحكي ما يفيد يوم هذا من يطلع يهدد عند سلاح هذا ابو كرش تقول شلون شادي هو هذا يهدد يقول والله احنا ما نطيه زين انت ولك شنو انت زين انت يا هذا المنصب هو مالك شني انت مشتري زين لك ولد يمه انت انسان زين بغلال زين زين هسه انت متهدد احنا ما نطيها زين انت ما تطيها انت شنو انت ما تطيها انت بس انا اقول لك الله وكيلك الشعب يحاكمهم واحد واحد حتى لا مهما هاي مهما يعني السنه الجايه السنتين زين يعني لازم يحاكمون دول يعني الدم ما يروح الدم اللي هاي الشباب الراحت يعني هاي النسوان من تربى ابنها هو الشاب من يطلع الشريط يقول يعني انا اريد ان اتزوج نعم وطن اريده مو صحيح يعني شفنا بالرمادي من قاموا مظاهرات ما عندهم شيء رمادي اخواننا من قاموا لا شيء سلاح لا هاي بس هذا الخامنه يا ماكابه الشيطان الكبير الملالي قالوا السن احنا نطلبهم دار بالحكم مال ايران يعني شلون حرب ايران زين يعني هم يطلبوننا شلون يعني واحد من يطلب دار ما كاتلهم هم كاتلهم الطائفيه هم يطلبوننا هم عادوا بينا اجوا للعراق يعني اجوا العجم وين اجوا يم العراق بنوا زين اشتروا بيوت وسفروهم زين النظام ما قلناهم سووا احزاب بدون يسوون احزاب يعني هم عالوا بينا هم العجم عالوا بينا احنا ما عنا بيهم اجوا عالوا بينا زين ما قلناهم النظام قاموا يجيبون سلاح قاموا يجيبون ما ادري شنو خراب البلد يا اخوي العجمي يعني انا اقول لك ما يطهر الا يموت زين حاقد علينا ليش حاقد علينا انه احنا مو هم بطلهم منين بدك مو شو اسمه مو اسلام هو بطلهم واحنا عرب نعم عرب هم حاقدين علينا يعني السنة هم سووا قالوا له عم احنا نريد يعني مو مثل يعني لا سعودي لا يعني نريد اماراتي زين نريد عيشة زين مثل الدول كهرباء زين ما طلبوا شيء غلط سووها مرهابية زين من سوى يعني هالمشكلة هاي شو اسمه وسواها المالكي هاي الشغلة سواها المالكي هم سواها مرهابية مين من إيران إيران هي ماكو هو أنا أقول لك إيران الله وكيلك ما ظل توقع إيران الله وكيلك توقع مو اليوم توقع الله القوي نعم الله هو القوي الله ما يخليها لهم الله وكيلك الله ما يخليها لهم هسه شوف هسه هم هسه انا اقول لك نعم يجيهم حصار هزات ارضيه تجيهم بلد فاسد بلد فيه متعه بلد فيه الخمر كفر مو دوله اسلاميه نعم بس نعم. رب نعم. والله العظيم انا عندي ايمان عندي ايمان ما تبقى ايران والله عندي ايمان من رب العالمين عندي ايمان علي No. ما تبقى ايران ما تدوم لهم دوله no. ما تدوم الله قوي يعني no. هاي ناس كتلوها استنوا كتلوها احنا ليش احنا مو عراقيين احنا اولاد الكلاب يعني اساتهم شنو انتم يعني هسه هم دوله ايران مو مرتاحين كهرباء عندهم زين ليش هذا واحد ايراني يطلع يقول دوله احنا دوله شو اسمه حاطينهم مثل عبيد يعني عيني يحكي عيني يقول يقول عراقيين عبيد حاطينهم نعم ترى زين حاطينهم نعم نعم يعني انت يا ايران فوت حالنا يا ايران يا العملاء طلعوا ما تدوم لكم ترى زين مشانك وراكم الله وكيلك وراكم ما هاي زين كل السنين ما تدوم لكم نعم نعم زين محاكم نسوي عليكم احنا يعني مو احنا الجيل الجديد هم اللي يصير اذا عبدت احنا الجيل هم يظل الثار ما يروح ما يروح لا. الله وكيلك ما يروح دي سويتونا بنا شيء دمرت العراق يعني ما قالت لنا وهذا اللي مكرر يطلع يقول احنا نعم نعم ولك انت شنو شادي شنو الشاد هذا الجبان هذا يلا اخوي احمد الله يديك والديك الرحمه اخوي ابو علي شكرا شكرا لاتصالك ابو احمد من الفلوجه حياك الله السلام
السلام عليكم أخوي أسد. وعليك السلام والرحمة والكرامة غاتي. تعقيبا على كلام أخوي، والله كلامه على عيني وعلى راسي. سلم راسك. لا لا لا, لا تقطع الخط أمام الله. تيجي شخص راح عراق يشيل براسه خير. والله يا أخوي العزيز مو أريد أقطع الخط، بس عندي رسائل واتساب وراح يدركني الوقت وما أقدر أقرأ للناس رسائلهم. نعم. بس أعطيني عطوة. نعم. شو وقت ما الشعب يقعد، ترى الشعب لحد الآن نايم. نعم. راح يجوز أكو جماعة فاهم ليش سووها سنة وشيعة، سووا المتظاهرين الرمادي والغربية وحاد وصوديش وحاد. شو تصير عيد بحد الصحيح ونطرد هذول الحثالة، هذول السياسيين. نعم. من السياسيين عمايل برا، خليني أنا البصرة، خليني أنا وأخوي أبو السماوة، خلينا عيد وحدة كافحة. نعم نعم نعم. يعني الشعب شو وقت إلى متى تبقى صابر عمي؟ نعم. عمي مريض بعد، مريض عمي بوكتو ما يخرج، بس عمي طلعوا للقتلة إذا أشوي خليني بيهم. مين جونه؟ مكافحة الشعب. أصحى يا شعب، والله يعني إلى متى؟ 18 سنة صارنا صابرين عليكم، اصبر بعد. يعني ما تذكروا ثورة الـ20 في شهدوها، وبعدها ثورة الـ20 قدامنا. عمي أحنا في إيد واحدة، والله دول اللي يبغون متخلخلين علينا وياكلون جيلش. وأنا أشكرك أخوي عزيز. شكرا لك أبو أحمد. قبل ما يدركنا الوقت، السلام عليكم عزيزي أستاذ أفل. هاي الحكومة المتكونة من الأحزاب ما لهم غير الانقلاب، بس إذا هم ضموا 3/4 الشعب الجانبهم من حشد ومكافحة شغب وجيش ولائي، ما الانتماء للوطن، انتماء لإيران والمصلحته، وبس عند استعداد يقتل أخوه، وصار ويا المتظاهرين الأبرياء الدمهم راح هدر، مجرد قال أريد وطن خالي من الأحزاب. وتحياتي لك رنا من بابل، حياك الله أختي العزيزة. رسالة ثانية، السلام عليكم من عبد الخالق الناصر. أشكر قناتكم الرائعة، أن الانتخابات العراقية كما عهدناها هي مفخخة المخصص والخداع من الزعامات السياسية وتياراتها وأحزابها دون استثناء، من فشل وسوء إلى فشل وأسوأ. اللهم عجل فرجهم والعن عدوهم ورب ينصر المظلومين. رسالة ثانية، السلام عليكم القناة البطلة. أخي أفل، أقول على العامر المصاص الدماء مثل ما زرعوا الإخوان الثوار تشرين الميليشيات الفطرة. إن شاء الله العامري هو واحد جاسوس، كل ما يخون الوطن مصيره إلى مزبلة التاريخ. وأنت وأبو زغلول المالكي أبو محمد من بغداد، وإن شاء الله ثوار تشرين في ساحة التحرير أبو قسورة وياكم. رسالة ثانية، السلام عليكم أخي العزيز. أنا مواطن عراقي من العراق وحصرا من الأنبار وحاليا بالخارج. قبل شهر طلعوا أحد المسجونين في محافظة الأنبار، طلعوا هادر زيج واعترف أنه هذا المسجون على ناس بتركيا، ويشهد الله افتراء بافتراء وظلم. شنو غاية الحكومة العراقية تعترف ناس مهجرة خارج العراق من الظلم؟ وأريد توصلون صوتنا الحكومة الفاشلة، وجزاكم الله خير قناة الرافدين الأبطال، وإحنا نريد توصلون هذا الصوت عبر هاي قناتكم الشريفة، وجزاكم الله خيرا. وطبعا والله العظيم أني من 2016 عايش بتركيا والحد هاي اللحظة. السلام عليكم أخي، والله ما ننحني لا سياسيين ولا أحزاب ولا مقتدى، إحنا أهل الحق، والله نترس النجف من شباب، ولا نعوف العراق إيران والأحزاب الحقيرة. إن شاء الله يرجع العراق للعراقيين وبس، لا إيران ولا الأحزاب. رسالة ثانية تقول السلام عليكم، وإن شاء الله يكون العراق مأمن، وتحياتي إلى قناتكم البطلة. أخواني الأعزاء، المشكلة اليوم بالعراق أنه من أتى لحكم العراق بعد عام 2003 وجاء على ظهر الدبابة الأمريكية، أو جاء لهذا البلد حكمه بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني الفارسي، المشكلة أنه هذا اللي دا يحكم البلد قلبه مو على البلد ولا على أهل البلد. واللي دا يصير هو خير دليل على هذا الكلام. لا أكو خدمات، لا أكو رواتب، لا أكو شيء، لا أكو صناعة، لا أكو تجارة، لا أكو تربية. اليوم العراق أفشل شيء في كل شيء، من كان جواز، إن كان أسوأ مدينة، إن كانت تربية، إن كان تعليم، إن كانت زراعة، إن كانت صناعة. اليوم العراق حاصل على المرتبة الأولى في الأسوأ وليس في الأحسن. السبب هي السياسات الخاطئة اللي قاموا بها ذول السياسيين. المشكلة أنه الشعب افتهم هذا الشيء وثار عليهم ثورة تشرين ورفضهم، لكن هم نفسهم رجعوا لنا بهاي الانتخابات
اللي 85% من الشعب أو أكثر قاطعها، النتيجة اللي راح تصير تتوقعون أحسن لو أسوأ؟ الجواب أكيد يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم في مالا.